هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المصحف المجود لهذه الليلة القرآنية، ليلة تكريم معالي اللواء مهندس طيار ممدوح عبد الغفار عبد الغني، مشاركة للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة واجب العزاء، مشاركة الأستاذ أحمد ممدوح عبد الغفار، كما جئنا مشاركة أيضا أشقائه الكرام معالي اللواء عادل عبد الغفار والدكتور مجدي عبد الغفار ومعالي العقيد ماجد عزمي عبد الغفار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل القرآن الكريم نورا يتقاطر عليه في قبره. هيا بنا لنعيش على مأدبة القرآن الكريم ومائدة القرآن الكريم، حيث تسعد محافظة المنصورة في هذا اليوم باستضافة علم من أعلام دولة تلاوة القرآن الكريم، والذي عرف بين قراء العالمي العربي والإسلامي بملك المقامات والأكثر شعبية على مستوى العالم الإسلامي، وأحد رواد جامعة النغم، وأحد سفراء دولة تلاوة القرآن الكريم بالعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله،
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ من شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين قد خلت من قبلكم سنن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين بيان للناس وهدى وموعظة بيان للناس وهدى يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس
قرح